السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وتغطيه حصريه وبشكل مباشر من قناه الايام الفضائيه لمعرض بغداد الدولي لليوم الثالث على التوالي. راح نكون متواصلين وياكم وطيله فتره ايام المعرض اللي مقام هنا لمده 10 ايام. بالتالي اليوم العديد من دور النشر الموجوده هنا، العديد من البلدان مشاركه، العديد من الناس متواجدين هنا، خصوصا وانه هذا المعرض أصبح ذات طابع وذات قيمة كبيرة لدى العراقيين. بعض الناس العراقيين والمواطنين يأتون إلى هذا المكان من جميع المحافظات من أجل المشاركة بهذا الحدث العظيم اللي يحدث، يقام أو كل سنة بالسنة مرتين على ما أعتقد أنه، واليوم بالدورة 24. العديد من دور النشر الموجودة هنا، العديد من الناس والكتاب اللي موجودين، راح نكون وياكم على مدى ساعة على الهواء مباشرة. وللحديث أكثر ينضم إلينا كابتن، شلونك؟ اهلا وسهلا. يا هلا، اهلا وسهلا، الحمد لله. اهلا وسهلا بكم. اسمك كريم؟ المحامي بهجت. بهجت من يا دوله؟ على عيني. سوري جنسيه، مقيم باربيل. اهلا وسهلا. هاي المشاركه الاولى لك بهذا المعرض؟ نعم، الحمد لله المشاركه الاولى. دار نشرنا جديدي 2023 وجميع منشوراتنا 2023. اسم دار النشر؟ هاتريك. مقرها اربيل، بخبرات سوريه وشباب سوريين. هو بالعاده المصطلح هذا رياضي، اليوم جاي نشوفه بالقانون. احنا لانه عندنا كل التفرعات، عده تفرعات، فجمعنا اسم يدل على مجموع، يعني عندنا كل تفرعات القانون. كل تفرعات القانون. نعم. اليوم بالتالي مؤلفاتكم واصداراتكم كلها منشورات حديثه، منشورات 2023، منها كتاب جدد، باحثين جدد، منها اساتذه جامعات، منها باحثين قدماء معروفين، يعني تشكيله كامله من فروع القانون. في معنى العلاقات السياسية، علاقات دبلوماسية، جميع التفرعات. طيب على المدى اليوم الثالث على التوالي، شلون شفت المشاركة، الناس اللي موجودين هنا، طبيعة الناس، المبيعات اللي أعرفها؟ نعم، دائما الشعب العراقي مثقف، دائما الشعب العراقي يحب يقرأ. فئة كبيرة جيتنا تقرأ قانون بس من باب الثقافة، بس من باب المعرفة، مو اختصاصها. وبالإضافة لطلب الدراسات العليا، يقصدون طلب الدراسات العليا لتأمين المصادر والمراجع مال أبحاثهم. المكتبات الوطنية تجينا، الجامعات العراقية كمان يعني راح تزود مكتبتها بمنشوراتنا كونها منشورات حديثة وأفكار حديثة، يعني كلها على القانون الحديث، التعديلات الأخيرة. طيب بخصوص أنه دار دور النشر اللي موجوده هنا، تعاونكم معاهم بطبيعه يعني اكيد هو هذا الحدث مو فقط اليوم للمشاركه بقدر ما انه صحيح. لتطوير العلاقات، وبالتالي اليوم دور النشر اللي شفته هنا ممكن من جميع البلدان صحيح العربية. هذا هو ميزه المعرض، هذا هو يعني فكره الاساسيه من المعرض، انه يوحد مجموعه من دور النشر. نحن نستفيد من خبرات زملائنا، نستفيد من خبرات باقي دور النشر، يعني في منهم لهم سنوات، مثل الدكتور عصام جارنا، بتمنى تعمل معه لقاء. دكتور عصام من المؤسسين لمعرض اربيل الدولي بال 2007 وله باع طويل بهذا الامر، فنحن نستفيد من خبراته، نستفيد من توجيهاته، بالاضافه لاصدقائنا وصاروا زملائنا المصريين كمان عندهم باع طويل بهذا المجال، فنحاول نستفيد من باقي الخبرات ونطور عملنا كونه دارنا جديده وبعدنا ببدايه طريقنا. اتمنى لك التوفيق. على عيني، شكرا جزيلا. دكتور عصام، يعني شدني انه بعض الكتب اللي موجوده هنا. على عيني. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، بالتالي اليوم العديد من الناس المشاركه هنا، العديد من الكتب اللي ممكن يحتاجوها الطلبه، يحتاجوها المثقفين، خصوصا انه الناس اللي يبحثون عن كتب مميزه ودور نشر مميزه. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون اخبارك؟ اهلا بك. هلا ان شاء الله. اهلا وسهلا. طبعا متفانا بك هنا الاشياء، بما انه معرض اربيل على ما اعتقد 2016. لا 2006. ما شاء الله 2006. زين، تحدث لنا عن انه اليوم شلون شفت المعرض، وبالتالي شلون بدت انه يعني بال 2006 لحد الان شنو التطور اللي لمسته، خصوصا انه دور النشر اللي موجوده هنا بتنوع مختلف من بقيه البلدان. شوف انا بديت عملي في المعارض سنه 2000 عندما كنت اعمل في الاردن في الجامعه. سويت معرض لكسر الحصار عن الكتاب الأكاديمي والعلمي سنة 2000 بالتعاون ويا وزارة التعليم العالي العراقية، والمعرض نجح ولبى حاجة كبيرة، واستمريت في عملي مع الكتب والمعارض. 2006 أقمنا أول دورة لمعرض أربيل الدولي للكتاب. نعم، وكانت بدعم كبير من حكومة إقليم كردستان. كان الأول بالعراق؟ لو في كردستان كان الأول، وبالعراق على مستوى العراق.
لا بالعراق كانت صايرة معارض أخرى. ما بعد 2003. 2003 أنا أول معرض سويته سنة 2004 في جامعة بغداد. نشر عندنا بالعراق تعمل بهاي الطريقة الاحترافية، خصوصا أنه بعض الكتب وبالوقت الحالي يعني عملية البي دي اف وقراءة الانترنت ممكن من صعوبة تجذب القارئ لاقتناء كتاب بالوقت الحالي، فجميل الأشياء. السلام عليكم. الله، شلونك صديقي؟ تعال هنا شوي لو نقعد. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام تمام الحمد لله. من مصر. من مصر، حلوة مصر أكيد. والله حلوة مصر وشعبها حلو. أنا برضو كويسة جدا وبلد جميلة، أكني في مصر بالضبط. هو أكو كونكت بيننا وبينكم، أكو كونكت يعني بلدين عندهم بالضبط بلدين. الانطباع عن المعرض، المشاركة اليوم لليوم الثالث، شلون قيمة؟ لا الانطباع المعرض ماشي كويس وما فيش فيه أي مشكلة وكله تمام يعني. طيب المبيعات؟ المبيعات هي في المتوسط. متوسط؟ لا هي قوي ولا نورما ولا. ليش يعني شنو السبب برأيك؟ يعني لسه ممكن لين أول ثلاث أيام، ممكن الناس ما تعرف، بس إنه بعد كده يتعرف مكان الجناح الكلام ده. متأكد ومتيقن إنه يوم غدا يوم الجمعة راح يشهد المعرض إنه زخم كبير من قبل الناس اللي موجودين، باعتبار إنه عطلة وممكن يجون العوائل، ممكن يجون عند العمل الموظف يطلع من دوام، ممكن عشان يكون عندهم دوام عمل ف يعني ما فيش ناس كتير، فدلت لي عامل ايه مش عامل مبيعات كويسه. بس كده. توفيق باذن الله. شكرات. احنا نتمنى انه الايام المقبله ما يقصرون ناسنا، يتجي الناس هنا، الأطفال كل شيء موجود هنا، قسم الأطفال الشباب وكل ما تحتاج العائلة بشكل عام والمجتمع العراقي. فنتمنى أنه باكر يوم جمعة والجو لطيف، فمكسر الجو مو مثل ذيك الأيام اللي شدت درجة ارتفاع بالحرارة 50 و52. لا اليوم الجو لطيف والمشاركة لطيفة والشباب لطيفين. السلام عليكم. وعليك شلونك؟ شلون الأخبار؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا، مرحب بيك. تحدث أنه دار النشر، احنا دار النشر من مصر، هيئه خدمه روحيه للنشر، عندنا كتب تنميه بشريه، عندنا كتب ثقافيه، عندنا كتب دينيه، احنا مكتبه عامه وحريصين دايما بنشارك في كل، مش في بغداد بس، في كل المحافظات في بغداد في العراق. العراق ارض جيده يعني لسوق الكتاب، بنشوف اقبال على الكتاب واهل العراق اهل مثقف يعني. يعني بقية الدورات اللي قيمت سابقا شاركتوا؟ نعم، كل الدورات السابقة كنا مشاركين بها. شلون انطباعك اليوم على المعرض؟ عدد الناس اللي موجودة، نسبة المبيعات شلون؟ صدق المبيعات بهذا، مبيعات هواية جدا يعني، ما بين المتوسطة وما بين العالية جدا. الحركة والإقبال مال الناس جميل جدا، هم بسبب إنه إذا نشوف صغار كبار دي يحبون يقرون، دي يحبون يطلعون، وهذا فشيء مشجع، لان احنا كعراقيين محتاجين هذا الشيء، محتاجين انه نسبه الوعي والادراك والفكر والتفكير عند الناس يعني يعلى ويرتفع. ممكن هاي السنوات الاخيره اللي صار بها المعرض، سواء معرض كتاب العراق او معرض بغداد، جاي نشوف انه سنه عن سنه، دوره عن دوره، كتنظيم افضل، كحضور افضل، كدور نشر جاي تواجد بزخم كبير. نعم 100%. يعني احنا من مصر وانا هنا مساعد وياهم، فنحب كل سنه نكون موجودين هنا، نشارك هنا. سقراط يقول في الجمله حلوه كلش، يقول الحياه التي لا تفحص حياه لا تستحق ان تعاش. احنا دورنا ان نكون موجودين، نساعد الناس على الوعي، نشرح لهم حتى نرفع من نسبه ووزن الثقافه عندنا بالعراق. والعراق يقرأ من زمان. نعم، المقولة مصر تطبع، مصر تؤلف، ولبنان تطبع، والعراق يقرأ. نعم معناتها مصر تؤلف؟ نعم تؤلف؟ نعم. شنو المؤلفات الجديدة؟ عندنا مؤلفات كتير جديدة، عندنا رواية حلوة اسمها مملكة القلب، حاليا بتتصور فيلم الفنان محمد رمضان اتعاقد عليها، بيصورها فيلم حاليا عندنا في مصر.
دكتورة منى زكي. دكتورة منى زكي دكتورة في الجامعة الأمريكية. أنا بالي منى زكي اللي ممثلة. لا مش ممثلة. مش الممثلة لا. بتصور فيلم حاليا في مصر عندنا. حاليا صور فيلم. هاي الرواية. حاليا تم التعاقد مع الفنان محمد رمضان بتصور فيلم. وفي كذا كتاب جداد يعني ومن مصر عندنا يعني مطبوعات من مصر. في الإنسان الحائر بين الهشاشة والصلابة أو الكتاب ده. ده بيتكلم عن الهشاشة النفسية والصلابة إن إزاي إن الإنسان يعني بيتعرض لصدمات وبيتعرض لظروف صعبة إنه إزاي يعدي في وقت الأزمات وما يقعش في وقت الأزمات يعني يعرف يعبر الأزمات. البعض ممكن أشكل على قضية البيع اللي موجودة نسبة المشاركة ضعيفة. هي ممكن أنتوا كدور نشر عندكم سياسة أو آلية معينة أنه لتسويق المجلد لتسويق الكتاب تسويق الرياض؟ نعم. هذا ضعف تسويقي بالنسبة لدار النشر اللي نتبعه. أولا إدارة المعرض بتعمل دعاية بالنسبة للمعرض في بغداد، وإحنا عندنا بنعمل إعلان ممول على صفحة بتاع دار النشر عندنا، بنزل كل إصداراتنا وبنعمل خصم للجمهور، ويعني عاملين خصومات كبيره للجمهور يعني. يعني لو حضرتك بتبص عاملين اي كتاب في المنطقه دي بألف دينار فقط، يعني عرض خاص اي كتاب بألف دينار، يعني المجموعه دي كلها اي كتاب من هنا بألف دينار. فاحنا بننزل وبنعمل خصومات علشان الكتاب يكون فيه متناول الجميع. ممتاز، يعني بألف دينار وهاي التخفيضات اللي جاي نشوفها حلو. هاي الاشياء هاي ممكن تحسب لكم كدار نشر لجذب العديد من الناس والطلاب. نعم، ده برضو بيعمل لفت الانتباه. لو انت واخد بالك بنعمل دعاية ثلاث كتب للأطفال تيمو بألف دينار. فعندنا خصومات في مكتبتنا يعني الحمد لله، يعني في إقبال علينا في الكتب. أتمنى لكم التوفيق. شكرا. وإن شاء الله نشوفكم بالدورة المقبلة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا صديقي. أنا أعتز بهاي الهدية هواية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا صديقي. نعم مشاهدي الكرام، طبعا شكرا لدار نشر على هاي الهدية اللي هدوها لي بشكل شخصي. لكن ارجع واقول انه موضوع اللي يشكل عليه البعض الموجودين المشاركين كدور نشر انه ثقافة او سياسة الترويج لكتبهم ومنتجاتهم اللي موجودة ودار نشرهم، باعتبار انه البعض تفوته هاي الاشياء، ما يعرف شلون يسوق او يجذب انتباه القارئ. يعني هسه الفعالية اللي صارت هنا اللي موجودة بدار نشر المصري اللي كنا بها تمتاز انه تخفيض بشكل كبير على اغلب الكتب اللي موجودة، وهذا شيء جميل جدا، خصوصا انه البعض الموجودين دور نشر امتازوا بالتصاميم. لكن ايضا نشوف الناس اللي موجودين. السلام عليكم، شلون استاذ؟ تفضلين ويانا. شكرا، ما تسوي لقاء. طيب، ما تريد تسوي لقاء باعتبار انه ملتهي بالكتب، فهذا شيء مفرح لانه جاي نشوف الناس اللي موجوده هنا مشغولين بالكتاب والبحث عن كتاب ومعتهم وقت انه يسولفون، فشيء مفرح حقيقه انه نشوف ناسنا مهتمه لقراءه الكتاب. فاتمنى انه تشوفون الصوره علي، يا ريت لو تفر الكاميرا تشوف الناس. حاليا بدات اعدادها تزداد باعتبار انه الشمس خفيفه، وايضا بنفس الوقت دوام الدوائر الحكوميه انتهى يعني، فاغلب الموظفين واغلب الناس اللي موجودين العوائل هنا يعني بداوا يجون بهذا الوقت ويحضرون وبشكل كبير. ومن المؤمل انه يوم غد يوم الجمعه راح يكون التواجد والحضور اكثر بالمشاركه بالمعرض. احنا راح ندخل هنا. السلام عليكم، شلون الاخبار اساتذه؟ شلونك استاذ؟ الله يعزك. شلون وراك؟ شلونك عمو؟ شو اخبارك؟ تفضل لنا هنا. شلونك استاذ؟ شلونك اخبارك؟ خليني ابدا وياك استاذ هنا قبل ما ندخل هنا. تفضل هنا. حضرتك اليوم زار؟ اي نعم. الزياره الاولى اليوم الاول جيتني؟ اي اليوم الاول. الحقيقه انا من محافظه واسط يعني مو من بغداد. دائما ونقول انه كل محافظاتنا كل ناسنا المثقفين من جميع المحافظات حريصين على تواجدهم بمعرض الكتاب. احسنتم، احنا مجموعه جينا يعني مو انا لوحدي، من شبابنا واخواننا اللي موجودين اجوا يبحثون عن كتبنا، يعني هم كمطالعين عندهم روح البحث حقيقه عن كتب مفقوده والما مطبوعه اصلا. يعني مثلا احد الاخوه اليوم كان وياي، انا بجهه وهو بجهه، نبحث عن كتاب
دراسات بين الكليني والبخاري، وهذا الكتاب مطبوع سنة 69، وبعد ما احترقت المكاتب في لبنان ما لقينا هذا الكتاب لحد الآن، ما لقيناه. يتوسل وما لقيناه. لا ما لقيناه. يعني أنا أيضا أبحث عن كتاب العمر فرخ والخالد الاستعمار والتبشير والاستعمار، وأيضا ما لقيته، ويعني بعض الكتب تقريبا هذه. أما الأسعار السنة جيدة يعني مو أي نعم الأسعار جيدة، حتى أيضا مبادرات من مجاني إلى نوعية الكتاب وإلى شكل الكتاب طباعة الكتاب يعني راقية جدا. يعني أريد أعرف أنه اليوم الكتاب شلون يثير انتباهك، يلفت انتباهك ويجذبك أنه في سبيل تجي تشوفه وتشتريه، لأن أكو أساليب ذكية جاي أشوفها أنا عند دور النشر. يعني دور النشر بعض العروض عندهم يعني بعض الكتب المجانية يعني يستهون المطالعين، يعني مثلا نموذج معين مجاني إضافة إلى ذلك تشوف مثلا الأسعار مالتهم جيدة، إضافة إلى ذلك كتاب هدية أو ما شابه ذلك، هذا جزء من إضافة إلى طريقة العرض، يعني طريقة عرض التصميم جاي نشوفه. إيه الترحيب أيضا لا تنسى نصف هذا يرحبون. إيه نعم حياكم الله. أشكرك علي الشمري محافظة واسط قضاء العزيزية. حياكم الله. الله يخليك. إن شاء الله تلقى الكتاب اللي تبحث عنه وما تتعب. شلونك أستاذ؟ أخبارك؟ الله يعزك حفظك الله حياك الله. أنا حسين لا من مركز الغدير للدراسات الإسلامية بلبنان، بس أنا بصرة. بلي بصرة. أهلا وسهلا بكم. المشاركة اليوم شلون شفتوها؟ خصوصا أنه أنا يرجع وأقول أنه سنة عن سنة المشاركة بمعرض الكتاب ومعرض بغداد دائما ما تكون بتزايد بأكثر تنظيم، خصوصا أنه هاي السنة جاي نشوف العديد من المؤلفات اللي موجودة، وكذلك أيضا حتى من نوعية الأسعار جيدة. عفوا أنا أول مشاركة لي بالمعرض. المعرض أشوف من الناحية الإدارية والتنظيم جيد جدا، يعني هاي مسألة يجب أن لا نفس الناس أشياءهم، جزاهم الله خير الجزاء، يعني إداريا جدا لطيف. بالنسبة للأشياء الأسعار طلعت على بعض دور النشر؟ طبعا كل العالم، أنا في تجربتي 32 سنة في الطباعة والنشر، الأسعار في كل متفاوتة حسب الدار وحسب النشر وحسب الفكر التجاري للناشر، تختلف من مكان إلى مكان. هاي مسألة لها تأثير، سعر الدولار وسعر الدولار له تأثير وسعر النقل. نعم وسعر الحمل بداية العام الدراسي ممكن، بس هذا مو أسباب تمنع. هي أحد الأسباب. لا أنا أسباب عالمية جاء أتكلم عليها، مو آنية. لا مو آنية، مو على العراق، لا على جميع العالم. نعم الله يحفظك. بالنسبة للحضور، هاي أنا هاي المسألة، الحضور خاصة في الأيام الأولى حضور جدا جيد، واليوم الثالث اليوم الرابع الحضور جيد خاصة الأيام الأولى. والشيء الملفت شبابنا، حضور شبابنا، حضور خاصة الفئة 15 سنة 14 سنة 13 سنة، يفاجئك الشاب العراقي بعناوين يجعلنا احنا اصحاب الخبره واصحاب السابق في هذا المجال، في كتب يسال عنها، كتب عقائديه، كتب الهيات، ادب، منطق. جدا انا واحد من الناس مسرور جدا، يعني اشوف السوشيال ميديا والهجمه الثقافيه الموجوده في على الشباب العالم بالذات، والشباب العربي والاسلامي والعراقي خاصه، هجمات مفرح. بس اشوف الشباب يجي بكل ادب يتكلم يناقشك بكل منطق. يعني فاجئني شاب عمره 14 15 سنه يبحث عن الخمس، يبحث عن الخمس، تفاجأت.
عمود كم عمرك؟ 15 سنة. طالب علم؟ لا. بس ابن بيئة إسلامي. طالب علم؟ لا. فضولي ازداد. فضولي ازداد. بيا صف عمو. جوابه لم يسعفني الزمن. لم يسعفني الزمن. لإكمال الدراسة. لأني يتيم. لا إله إلا الله. لأني يتيم. خب الآن ماذا تفعل مع الخمس؟ لا بعد زادني أكثر، تفاجأني أكثر. أنا أبحث في موضوع الخمس عند الشيعة. بدأ من الصدوق الشيخ الصدوق رحمه الله إلى آراء السيد السيستاني، العلماء بالتسلسل رأيه مستحب واجب. هواية؟ لا هواية، هواية البحث. هذا يعني يخلينا احنا نفرح شفنا عندنا هيك شباب. هذا يدل على انه اللي الجيل اللي راح يجي بعدكم يستلم المهمه منكم قدر المهمه. نعم بنات ما شاء الله بحجابهن بوقارهن يسالن ويتكلمن يناقشن، والله جدا فرحان. يعني هذا الشيء يعني اقول يعني ان شاء الله يعني لا يجب على وزاره الشباب مثلا في العراق، نعم وزاره الثقافه والاعلام دور استغلال استغلال يعني استثمار لا هو استغلال استغلال الفرصه، استغلال الفرصه لان الفرص تمر مر الكرام، فهنيئا لمن يستثمرها. انا هذا كلامي يعني استغلال مو في معناها الخاطئ، لا في معناها المهم والفرص. هاي فرصه يعني لازم وزارة الثقافة والإعلام وكذلك وزارة الشباب تشجيع هؤلاء الفئة. أعتذر على الإطالة. أنا ستني والله وفرحتنا أنه عندنا هيك ناس، عندنا هيك وعي. نعم. ناس نعم. تمتلك هذا الوعي من اتجاه الكتاب، ففرح جدا وسعيد وإن شاء الله توفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام أيضا مفرح أنه نشوف هيك شبابنا بهذا الوعي بهذا السن ويبحثون عن كتب يعني لربما نادرة ومسائل معقدة في سبيل أنه يتوصلون لشيء معين إلها، يعرفون الباب المعرفة. يعني هيك شاب بيظل بالوقت الحالي أنه عالم الميديا اللي جعل الكتب بعض الكتب وأغلب الكتب أنه تندثر بشكل أو بآخر، لكن المفرح نشوف هيك ناس مصرة على هذا الموضوع. السلام عليكم، كيف الحال استاذ؟ اهلا وسهلا. شلون اخبارك؟ الله يخليك. زين ان شاء الله. رحم الله والديك. شلون الاخبار؟ زين تفضل لهنا صديقي. ما شاء الله اشياء تراثيه جاي اشوف. شنو هاي الاشياء سالفه لنا؟ اشياء تراثيه ان شاء الله تنمحنا تبي المتنبي نشتغل به. نشتغل بالمتنبي؟ بس يعني شنو هاي بعضها نادر لو مستنسخ لو اصلي؟ لا اكو نادر واكو اكو اصلي اكو مستعمل. هيك ايه. حدثنا عن المشاركة، شلون؟ لا مشاركة حلوة، حضور حلو، جمهور قوي، زين الحمد لله. حلو نوعية الحضور اللي موجودة. أكيد 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 كلش. تنظيم رائع، كلش رائع. عوائل تجي تردد هواي. كلش. حبيبي أستاذ، أهلاً وسهلاً. كل الهلا. نعم مشاهدينا الكرام، خلال الأيام المقبلة نتمنى أنه نشوف هاي النوعية من الشباب اللي موجودين. شلون هذا الشاب الحلو هنا؟ شلونك؟ حبيبي. شخبارك؟ حلو بيك. حلو واقف قاعد عاقل. شو الدور؟ أنا جاي هنا على مود كتب معمارية. كتب معمارية. لقيتها حصلتها؟ طبعًا أكو مكانين مال كتب معمارية. ممتاز. إيه كلش ممتاز. اختصاصك؟ طبعًا. إيه. يعني أنا أدرس معماري حاليًا مرحلة خامسة، فالكتب تفيدني مشروع تخرج وهاي الأمور. شكرًا جزيلًا. ليش لقيت أسعارها؟ يعني هي أسعارها. نعم. أدري بها غالية. يعني أكيد غالية هي الأسعار هنا طبعًا أرخص من الأسعار اللي برا، لأن هو هنا أكو عروض مال معرض الكتاب، فهي الأسعار تكون يعني زينة. مثلا أنا الكتاب اللي اشتريته برا هو ب500,000، هنا أنا يعني هي كتب غالية الكتب المعمارية، فهنا أنا مثلا سعره ب100,000 صار، فالكتب زينة سعرها يعني. فإذا هي هاي نفس الوقت رسالة للناس اللي موجودة اللي دا تتابع ومعترضة لربما على الأسعار، لا ترى الأسعار منطقية ومقارنة باللي برا أنه جدا طبيعية ومنطقية. يعني سواء اللي تخص الكتب التخصصية، الكتب اللي تقلديها الناس بمجال معين، أسعارها منطقية. نعم نعم. بعض الناس ممكن يقول ويجوز أنا متأكد أنه ما يعرف قيمة الكتب،
فمعترض على نوع على سعر الكتاب. من يسمع كتاب 500 ألف حقه، اكيد حقه هو، لان يعني هو الاسعار همات غاليه، بس هو يعني الكتب الاختصاصيه مثلا حتى كتب الطب اذا تشوفها اكو بها هواي كتب غاليه سعرها كلش، فهي مثلا معماري كتبهم دائما غاليه قيمتها اكيد غاليه، متى تستحق هذا السعر؟ يعني الكتب المعماريه مثلا كلش بها فائده، خاصه اللي موجوده هنا بها امثله بها امور كلش مفيده، فلذلك تكون اسعارها غاليه طبيعي، وبالعكس اصلا هنا انا مسوي لها تخفيضات، فيعني اسعار جيده مو غاليه كلش. شكرا جزيلا لك، اتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. يعني بعض الكتب اللي موجوده يجوز الناس اللي بشكل عام ما تعرف نوعيه الكتاب، فمن تسمع سعر الكتاب 500 ألف 300 ألف 400 فهو ما يعرف قيمته، فبالتالي ما يعرفك ما يثمنك. بعض الكتب فعلا غاليه لكن هي قيمتها تستحق ان تكون بهذا السعر، والدليل على ذلك انه الكتب المعماريه الكتب الطبيه والهندسيه كتب غاليه جدا باهظت الثمن، فالناس يعني من النادر انه تلقاها سواء بالاسواق الموجوده او دور النشر خصوصا بالمعرض او بقيه الموجودين، فبالتالي بعض الكتب هاي قيمتها وتستحقها لانه كتب تخصصيه. ما شاء الله اكو تنوع هنا جاي نشوفه، مو فقط اليوم كتب موجوده هنا بقدر ما بعض الاشياء، يعني جاي نشوف معارض الصور، معارض تخص تاريخ العراقي، لكن مديرية المرور العامة أنا شفتها، خلي نشوفهم بل نشوف مشاركتهم هنا، خصوصا بعد انطلقوا منصة أور اللي تخص العجلات والغرامات المرورية بشكل أو بآخر. السلام عليكم، شلون الأخبار؟ أنا طبعا هناك وشفت المرور العامة، قلت لا نعم اليوم مديرية دوركم اليوم شنو؟ اليوم مديرية المرور مشاركة بمعرض الكتاب، هي إضافة نوعية، اليوم مشاركين ببوسترات توعية مرورية بالإضافة إلى صور تاريخية لرجل المرور نعم في الخمسينات والستينات، بالإضافة إلى نشاطاتنا نوعي المواطن على الإشارات المرور، نوعي مثلا أكو بعض السواق قبل السفر ما ماخذ بعض الكفاءات الجسدية ما يفحص سيارته، هاي كلها على شكل بوسترات نوعيهم. يعني تحدثت عن منصة أور، أنا جيت حتى أفتهم منصة أور اليوم شنو دورها خصوص؟ والله هذه بعض أكو ضباط مختصين بهذا الشيء، يعني أنا ما عندي معلومات الكافية لهذه المنصة، ولكن هذه أكو ضباط مديرية مرور قسم الإعلام نعم هم المختصين بهذا الشيء. اليوم فعالية يعني تواجدكم هنا لغرض تثقيف؟ نعم، تثقيف المواطنين لأصحاب المركبات، نوعيهم على بعض البوسترات والإرشادات التوعية المرورية، نوعيهم. اي نعم، هذه اللي ما تجي خلي تشوف، خلي تشوفون هذا الحكي هنا على الخطوط، هاي مثلا اكو خطوط بعض المركبات هي هاي فقط، هذه المختصة بالخطوط، خطوط العبور مثلا اكو يقدر يجتاز المركبة، اكو ما يقدر يجتاز المركبة. زين انتم السرعة القصوى واعطاء حقية يعني للناس نعم ونوعيهم على ارتداء حزام الامان، هذه كلها لصالح المواطن. بس هو حزام الامان بشوارع بغداد يعني ما اتوقع لكن ياثر يا سعد فعلا، يعني فعلا نوبات شخص تنصدم سيارته تجي مثلا سياره سريعه ونايم، خلينا نقول صح هو ازدحام، هاي هم تحافظ على سلامتك. تقاتي يا اهلا وسهلا، توفيق وعاشت الايادي. من الجميل انه نشوف ايضا مديريه المرور هنا مشاركه بهذا المعرض من اجل تثقيف الناس، ويعني مو بشكل مبيعات او اصدارات بقدر ما انه شكل تثقيفي وترويجي للناس المجالس الثقافيه البغداديه. الله العنوان حلو. السلام عليكم، شلون الاخبار؟ شلونك ست؟ شو اخبارك؟ حلو العنوان جذبني، رابطه المجالس البغداديه الثقافيه. هذه الرابطه مؤسسه حتى نقول المدارس كانت تستقطب العلماء والشعراء والكتاب
ومنهم يعني موجود بهم صور إذا تلاحظ، مثلا منتدى الربيعي اللي هو المؤلف مالته أو اللي صاحب الفكرة المرحوم الشاعر والأديب جاسم محمد الربيعي، الشاعر الكبير الجواهري اللي هو موجود هم من المنتدى مالته وما زال يعني على مدار يا سنة هسه احنا موجودين تقريبا على مدار أكثر من نصف قرن، نصف قرن وأكثر يعني تقريبا قبلها بالأربعينات أكو بعض المجالس صار لها أكثر من 100 عام بالضبط. أكو فرق بين الرابطة والمجلس ومجالس الثقافي من الحراك والنشاطات الثقافية لدى المجتمعات تجد تولد فيها مجالس ثقافية. ففي بغداد تحديدا هنالك مجالس أسست قبل 100 عام واستمرت هذه المجالس بين نمو وبين خمول نتيجة الأوضاع السياسية. الآن الأخ صادق الربيعي قام بلملمة الشمل وتأسيس رابطة سماها رابطة المجالس الثقافية البغدادية التي من أهم عناصرها هي المجالس القديمة ومن أهم أهدافها الحفاظ على التراث البغدادي. نتحدث عن المشاركة اللي موجودة هنا، الكتب اللي يلا ما يخالف تثنيناتكم بالتالي ومجالس يعني هذه مجالس الحديث مشترك يعني أريد أعرف أن هذه الإصدارات اليوم اللي موجودة هنا تخص الكتاب اللي موجودين. لا هذا الموضوع هو ليس فقط كتاب أو أدباء، هم مؤسسين للمجالس البغدادية القديمة والتي قلت لك قد تمتد من 1800 وكسر. الآن بعض الإصدارات الموجودة هي لكتاب كانوا في هذه المجالس وانتقلوا إلى رحمة الله، وهنالك إصدارات لمن أخذ الراية واستمر في هذا العمل وأسس الرابطة. فبالنتيجة هنالك خدمتين أو هنالك غرضين في هذه المجالس، إصدارات ومجالس حية أسبوعية أكثر من 25 أو 28 مجلس ثقافي شهري في بغداد. أي فلك أن تتصور حجم التداول الثقافي، حجم التداول الفكري. أريد أجيكم في اليوم بجلسة وين أزور؟ من أول أسبوع في أي شهر تبدأ المجالس، مجلس عبد الرزاق محي الدين يوم ثلاثاء أول أسبوع، الغبان، الربيعي، هنالك مجلس في نادي الصيد، هنالك مجلس في نادي العلوية، في بيت الشعر باف، آل مطر، وأحيانا تتضارب في المواعيد. محي الدين بالنجف أيضا هو عندنا يعني السيدة كاشف بعد المعرض. لا إذا هي فديوم هنا يعني نعطيك لستة بتواريخ المجالس وتستطيع تضيف وتقدم تقدم يعني بث حي من الداخل. كم هناك بجلساتكم نصور لنا جلستي أنا ثلاثة. مجلس هو مجلس آل شعر باف اللي هو بكرة يوم الجمعة. لا بكرة مجلس الشعر باف في الكرادة خارج، وإذا تحب نعطيك التليفون والعنوان هسه نعطيك موجود يعني. وعد أنه بالفترة المقبلة ما بعد حتى ما بعد المعرض راح أجيكم وأغطي نشاطات برابطة المجالس. فتحنا على الكليات، سوينا ندوات، دعينا رابطة المجالس اي الجامعات، ألقى بيها أستاذ صادق الربيعي وعزفنا النشيد رابطة المجالس. هذا خلى الشباب ممكن شوية أنه يكون لهم انجذاب وفكرة كاملة. انطينا عن رابطة المجالس، الدور الثقافي، دعمهم، ويمكن تلاحظ أكو بعض الشباب اللي موجودين بدأوا يشتغلون ويا رابطة المجالس من أجل كسب الشباب، ويجب أن نوجههم بشكل صحيح من أجل الثقافة والتطور واستمرار وامتداد لهؤلاء العمالقة اللي موجودين نص يعني خلينا نقول أحياء والنص إلى رحمة الله، بس يبقى تاريخهم كبير كبير كبير. كل فكرة لكي تستمر يجب أن تزرع بذورها في الشباب. من المؤاخذات خلال الفترة وقد تطيل المجتمع وتطيل الرابطة عدم وجود الشباب بكثرة في التفاعل مع الحدث الثقافي اليومي والأسبوعي، ولهذا الأخت تتكلم عن حصر هذه المشكلة في فكر
اللجنة الإدارية للرابطة، والآن بدأت تتوجه إلى الجامعات. فما على الرابطة قد تم عمله والذهاب إلى الجامعات، أما ما على الشباب أن يشعرون بالمسؤولية. الثقافة الفردية لا تخلق رأي، تمام؟ الثقافة المجتمعية لما تكون عندك تيار ثقافي مجتمعي يولد من التنظيم للعمل الثقافي كأي تنظيم لأي عمل آخر. ولهذا حتى نبعث الثقافة في قلب المجتمع الذي وصلت الأمية في 40% لدى الشباب، علينا أن نصنع تيارا ثقافيا يطور فكر الشباب إلى مشروع ثقافي يغير واقع بغداد وواجهة بغداد. وهذا ليس فقط للشباب بل حتى للمثقف، إذا كان فرديا فلا يصنع شيء. نحن في طور والسعي إلى تأسيس كتلة تاريخية ثقافية نخبوية تستطيع أن توجد مشروعا ثقافي يوسم العراق، وبغداد ستكون هي البايلوت بروجكت والموديل اللي نقدر من خلاله نعممه إلى باقي المحافظات، لأن في بغداد متجذر المجالس بها كما أشر السلف إلى أكثر من 100 عام. كذلك نلاحظ أنه الانجذاب الكبير إلى المتنبي وبعد إعادة وتأهيل إليه، لاحظنا أنه كثرة الشباب، وأتمنى أنه يكونوا مو فقط أنه مجرد أنه للمشاهدة، لكن بدأوا فعلا أنه يرجعون إلى القراءة وإلى الرقي بالمستوى ليوصلهم أنه يكونون الشباب الواعي، واللي بالفعل أنه يكونون الجيل الصاعد واللي يقودون هذه الأمة. بغداد، بغداد الثقافة. وإحنا يمكن في زمن الكورونا حتى صدر عندنا كتاب ثقافتنا في زمن الكورونا، بقوا المجالس مستمرة عن خلال الانترنت، بقت المحاضرات مستمرة للكل، ووثقوها بكتاب جزئين، ثقافتنا في زمن الكورونا الجزء الأول والجزء الثاني. وهذا الدعم كان من خلال الأستاذ الكبير صادق الرباعي والإدارية اللي موجودين برابطة المجالس، وكان الدعم متواصل ومستمر من أجل إحياء الثقافة والكتاب يبقى. شرف أن أنه أوثق وأكون جزء من هيك حدث مهم يدل على أنه حرصكم وحرص العراقيين على أرثهم وشخصياتهم اللي موجودين. أتمنى لكم التوفيق. شكرا على حسن الضيافة. يعني احنا يعني فرحين من انه نشوف هيك ناس نشطين بهذا الموضوع من اجل الحرص واضاء اللي هي التراث العراقي بهيك حدث مهم يجمع كل بلدان العالم، اغلب بلدان العربية اللي موجودة هنا. فكل اللي هيك ناس تعمل على هذا الموضوع بشكل او باخر هم متفضلين عن او على الثقافه العراقيه، وبهيج حدث مهم انه يكون هيج نشاط مستمر ومتواصل من قبل العراقيين الموجودين. مشاهدينا الكرام، يعني خلينا نشوف الموجودين هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. انت ما تدري العام السابق الله يحفظك. سابق تفضل عليهم. السابق اريد اعرف انه اليوم كمشارك المعرض. نعم. طبعا والله المعرض شيء يعني حلو. اولا السلام عليكم. احنا نقول المعرض شيء حلو، يعني تتقى به. ما اسمعك صح. المعرض شيء حلو، اشوف يعني تتقى به الصغار الكبار الشخصيات، القارئ الكاتب تلقاه هنا، فيعني تستفاد انت. مثلا انا كاتب، اي كاتب، انا واجي هنا انا هم ابحث القى كتب مثلا احتاجها، القى دور نشر موجوده، فهم استفاد. مرات الكتاب ادور عليه بغير دوله ما احصله، اتواصل وياهم ما يعني صعوبه يجي اللي جاي، فيجي دار نشر اللي جاي نعمه فضيله. اي ففرصه تحصل من كتاب من دار افضل. عاشت الايادي. الله يحفظك. يعطيك التوفيق. يعطيك العافيه استاذ. زين. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي هذا الحدث مهم
يخص كل العراقيين سواء شباب كبار السن صغار أطفال وما شابه ذلك. ونتمنى أنه نشوف التواجد هنا والزخم. ما شاء الله حاليا بدأت الحركة فعليا لأنه الناس بدأت تزور المعرض لين يبقى للساعة 10 مساء ختاما. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل على أمل اللقاء معكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.